مؤسسة السلاب قررت تجيب ملك الخربشة عشان يعلم الناس ازاي تخربش. احنا قررنا نرجع خربش ويكسب، وطبعا مفيش احسن منك يعلم الناس الخربشة. ايش ده؟ جاهزين؟ جاهزين. هنخربش الكارتب ايه؟ الجنيه وبالكارنيه علشان تعرف صح تخربش. شش في ايدك ولا شش خربش صح، مش اي كلام. احنا لازم عنا ايه؟ يلا خربش انت وهي علشان تكسب العربيه. الخربشه مش هق ومق ولا اصطدنا ولا شق. كل ما تشتري سيراميك او بورسلين من مصطفى السلام هتخربش كارت وهتكسب خصومات فوريه لحد عربيه. مؤسسه السلام، اصاله عراقه تاريخ.